هذا التراجع الكبير في المجال الحقوقي، الاعتقال السياسي، غلاء المعيشه. في الاصل اليوم كنساء مغربيات كنا دائما ولا زلنا في المقدمه ديال الحركات الشعبيه. جينا نقولوا ماشي احنا اليوم ماشي جينا باش نتتوا المكان ولا لتتيت المكان السياسي والواقع السياسي بالنساء. النساء دائما كانوا في قلب الحراك الشعبي، في قلب النضالات، في قلب السياسه. السياسه لا تمارس فقط من داخل البرلمانات والمكاتب والمؤسسات، تمارس ايضا في الشارع. النساء اليوم ضاقوا درحا بالفقر، بالتهميش، بالبطاله. نطالب بالمساواه الفعليه، ماشي المساواه في التفقير، وانما المساواه ايضا في الثروات، في التقسيم العادل ديال الثروات، في الحريه وفي الفرص ديال التشغيل. لا للاعتقاد السياسي، لا للتهميش، نعم المساواه الفعليه اللي كياكل العصا بزاف في الغلاء ديال الاسعار هما النساء. اليوم الا مشينا لاي سوق وسويقه اللي كتلقاها هزه القفه وكتشطر على 10 دريال ودرهم، هي الامهات. اليوم الامهات تكسر الظهر ديالهم بالغلاء ديال المعيشه، بالقفه السجن، بالمصاريف ديال ولادهم الطلبه، بالمصاريف ديال ولادهم الطلبه اللي في الاحياء الجامعيه. النساء اليوم الا كانوا كان التفقير والتهميش والغلاء الاسعار، اول من يتضررنا هن النساء. واليوم راه في الصفوف الاماميه ديال الاحتجاج كاينين الامهات وكاينين النساء. اذا النساء راهم كيشاركوا في السياسه، غير ردوا لهم البال، راه كاينين ماشي لتأتيت المكان ولكن لبناء سياسه متساويه حقيقيه تليق بالشعب المغربي وبالمواطن المغربي امرأة او رجل. جيت اليوم كنلبي هذا النداء ديال الشعب كله لانني مغربيه، وحتى انا تقهرت من جيوب المغرب لان بزاف صراحه غلاو علينا بزاف، كل شيء غالي، كل شيء غالي. يعني كتخرج للسوق كتدخل بيديك خاويه، يعني هذا الشيء ما كانش من قبل. وحنا مغاربه والحمد لله غنبقاو مغاربه ديما، ولكن لا غلاء على المسكين. يعني يرجعوا لنا غير الثمن اللي كان من قبل، يرخصوا، لان بزاف المواطن شنو عنده؟ كاين اللي خدام 50 درهم شنو غادي يدير بها؟ واش يكري بها؟ واش يشري بها الزيت؟ يشري بها الطحين؟ هذا الشيء بصراحه بزاف علينا بزاف، يعني الغلاء بزاف ما كانش من قبل. غيبقى واحد ياكل واحد، وغيبقى واحد يشفر جاره ويدخل على جاره، لان ما بقاوش الفلوس، لان الغلاء راه كيولد مع شنو. يعني بصراحه غنوليو خايفين، غنوليو خايفين دابا غادي وغاديين بصراحه. بصح غيبقاو يدخلوا علينا، غيدخلوا علينا ويشفرونا بصراحه. يعني ولينا خايفين على ولادنا وعلى مستقبلنا، والحمد لله يعني ربي كبير. سوق اليوم عيش عيشة مقهورة، فوش فاتو شوش محورة، عيش عيشة. اليوم سوق، سوق الحد، سوق المناصرة. هاد السوق هجموا عليه المواطنين كاملين، المواد الغذائية وكل شيء، تيسلقوا الخضرة وتينهبوا الخضرة وتيديروا. أولا لأن كانت مضاربة ديال التجار، ثانيا الغلاء وارتفاع الأسعار اللي دفع المواطنين ما عندهمش ودفعهم على أنهم ما تنقولش أنا سرقوا، ولكن مشاو خداو، لان الناس ما عندهم ما ياكلوا، تيشوف داكشي اللي عند داكشي محطوط في الارض، هو ما عندوش باش يشري داكشي، ما عندو تريال داخل السوق، عنده ولادو وعندو هادي، اش غيوكل هادوك الاولاد؟ تتبان لي هذيك الخضره وهذاك السلع في السوق مشاو تياخذوا. وهذا الشيء راه هذا الشيء تيدل الى ما يدل على ان راه جميع الاسواق المغربيه غادي يوقع عليها هذا الشيء الى ما تفاداوش هذا المشكل ديال غلاء الاسعار. بركه، كفى 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 من هذا الشيء. هذا تهتر بالمواطنين، هذا استهتار بالقدره الشرائيه ديال المواطنين، هذا الشيء خصو يتحيد. بركه، كفى. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.